استمتعت بالقصيدة جداً. ها جداً. نحن سنكون يردد هو ترى. بالضبط احنا ايه. سنكون قريبين من طالب مبدع ما شاء الله في مجال إلقاء الشعر وأيضا فن العازي. نرحب بضيفنا الكريم الفاضل الجولندا بن سالم العلوي، موهوب في فن إلقاء الشعر والعازي. أهلا وسهلا بك. صباح النور أستاذ سيف وأستاذ حوراء، وأنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الاستوديو، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الرائع الذي يحمل رسالة إعلامية هادفة سامية. الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء كذلك وأكثر بعد يا الجولندي بوجودك اليوم معنا. أنت طالب في أي مدرسة بالضبط؟ مدرسة العلا بن الحضرمي. أي صف؟ صف 11. بما أنه اليوم يوم المعلم، إيش حاب تقول للمعلمين والمعلمات؟ إن شاء الله راح نقدم قصيدة للمعلمين والمعلمات. محضر قصيدة. مناسبة. أوه جميل. إذا نبدأ. جميل. يلا نبدأ ونسمع. بهذه القصيدة. أقدم هذه القصيدة لكل معلم ومعلمة على هذه الأرض الطيبة من كلمات شاعر الأستاذ علي بن سالم الحارثي. جميل. نسمع. يا سفير العلم في كل العصور، يا شموخ العز في شم الجباه، إحنا بين يديك صفحات وسطور، هب لنا من فيضك الوافي حياة، حلمنا في فلك أكوانك يدور، من معينك زاد تحقيقه وما خيرك اللي تغرسه فينا بذور، يثمر بوسط المحاني لك صلاة، كل ما ضقنا نلاقيك السرور، والتعب ذكنا على يدينك حلاه، يا معلمنا بأن العلم نور، أنت نور العلم والباقي صداه، أنت كل الناس في قلب الغيور، من غدا ركب التعلم مبتغاه، في كشفنا الأرض لا يمكن تبور، دام ينبتها فراها في سماه، للتعلم للتقدم للعبور، أنت نجم ما يضللنا هداه، تبني الأخلاق فينا طور طور، والوطن فينا تعمق له غلاه، لك حضور ما كفى عنا حضور، في ضمايرنا ولك قدر وجاه، نشكرك والشكر فيه حقك قصور، صعب يوفيك الشكر يا منتهى، صعب يوفيك الشكر يا منتهى. الله عليك يا الجولندا، صح لسانك. صح بدني الجولندا. خلينا الحين في البداية نتحدث أكثر عن بداياتك في مجال الإلقاء الشعري وأيضا فن العازي. في البداية كنت أذهب مع والدي العزيز في الاحتفالات والمناسبات التي تقام في الولاية أو خارجها. ولم أي ولاية أنت؟ ولاية ينقل. محافظة الظاهرة. نعم. جميل. ولما أجي للبيت أقلد اللي شفته، هذا كنت لما كنت صغير. ممتاز. وداخل المرحلة الأساسية من الصف الأول إلى الرابع كنت أشارك في الإذاعة المدرسية ألقي قصائد، وبعد هذا ذهبت إلى الصف الخامس وشاركت في مسابقة الإلقاء الشعري أعدتها المدرسة، ولله الحمد حصلت على المركز الأول. وبعدها أنا لما كنت صف الخامس على مستوى محافظة جنوب الباطنة حصلت على المركز الثاني، أنت جبت الأول. ما شاء الله. استاهل. وبعدها سمعت عن مسابقة إبداعات شبابية، شاركت فيها في نادي ينقل، ولله الحمد حصلت على المركز الأول. حلو. وبعدها تأهلت على مستوى محافظتي الظاهرة والبريمي، وأيضا حصلت على المركز الأول وتأهلت على مستوى السلطنة، ولله التوفيق حصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة. حلو. هذا في عام 2017، وفي نفس المسابقة لعام 2019 شاركت في نفس المسابقة وحصلت على المركز الأول على الولاية وايضا على محافظتي الظاهرة والبريمي. ما شاء الله. وبعدها تأهلت على مستوى السلطنة وحصلت على المركز الاول على مستوى السلطنة. جميل. لأننا مستمر رائع في هذا المجال. رائع، يعني طورت من مهاراتك وقدراتك في مجال الفن الشعري او الإلقاء. نعم. الشعري. طيب نحن حابين نستثمر هذا الوقت وايضا نستمع لمجموعة من القصائد وحتى فن العازي. سيف راح يشاركك ان شاء الله في فن العازي. فن العازي، خلي يسمعنا فن العازي. طيب إن شاء الله. يلا أقدم لكم هذا طبعا من الأرشيف، قدمته في حفل المقيدين بالمدرسة. حلو. ممتاز. طيب. والمسلمين تكبر. الله أكبر. إيه يواب الله يواب، يا مرحبا بكل الحضور، ترحيب ممزوج بعطور، واسلمت بضيوفنا زدنا سرور، يا حي عالين الهمم صبيان يكبار الشيم، فملك لله يدوم. ايه يواب الله يواب، يا معلمي لجلك سلام، بالعلم نورت الظلام، واسلمت
حقك علينا الاحترام، واللي بخس قدرك ظلم صبيان يكبار الشيم. والملك لله يدوم. ايه واب، واحنا بمواهبنا نسير، ما همنا صعب وخطير. واسلمت. والطالب الدارة سفير، يرفع شعاره والعلم صبيان يكبار الشيم. والملك لله يدوم. ايه وابثني عليكم اولياء، الامر منزلكم على. واسلمت. ومجلسكم افعال السماء، قدره علينا يحترم صبيان يكبار الشيم. والملك لله يدوم. ايه واب الله يواب، وختامها اعزي واقول صلوا على طه الرسول. اللهم صل وسلم عليه. وارجو رضا ربي وقبول، ويديم فضله والنعم صبيان يكبار. والملك لله يدوم. والمسلم يتكبر. الله اكبر. يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيف يعني صح لسانك؟ صح. وكفيت ووفيت ما شاء الله عليك بهذا الاداء الجميل والانيق ايضا كذلك يا الجرنده، يعني تتمتع فعلا بملكه الاداء والالقاء الشعري. لكن من اللي واقف معك؟ من اللي يشجعك يحفزك ماخذ بايدك؟ اولا توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. وكان ولا يزال الوالد العزيز موجود معنا اللي موجود هنا معنا. نعم. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو الجلندة. وأيضا المعلمين وأبناء الأسرة وأيضا أبناء الولاية. جميل. طيب الجلندة، فإيش هي الرسالة اللي حابة توجهها الآن للطلبة والطالبات، خصوصا نحن الآن في هذه الظروف الاستثنائية، أنه بالفعل يستغلوا هذه الأوقات في تنمية أيضا مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم؟ الذي عنده موهبة لكي تكون عظيما ابدأ. كن مستعد، طور من موهبتك، وأيضا اسعى للفرصة، لا تنتظرها تجي، اسعى لها وبإذن الله تحقق النجاح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله تعالى في مسيرتك ومنها للأعلى بإذن الله تعالى. شكرا. هو محضر قصيدة. بعد اسمعنا حاجة. إيش رأيكم الختام يكون معه إن شاء الله؟ صحيح الختام يكون معه. نحن نختم البرنامج مع الجلندة. الجلندة بن سالم العلوي، موهبة فن الإلقاء الشعري والعازي. شكرا لك الجلندة، والختام راح يكون معك بعد شوي بعد ما نختم مع المشاهدين الكرام. شكرا للجميع، وتحية مجددة أيضا للمعلمات والمعلمين بمناسبة يوم المعلم العماني الذي يصادف 24 من شهر فبراير من كل عام. في هذا الصباح الجميل الذي ازدان جمالا أيضا بتهنئة السيدة الجليلة لهم بهذه المناسبة. مشاهدي الكرام، الملتقى يوم غد في أمان الله. نشوفكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء. تفضل يا جلالة. يقول سيف الريسي، هذه قصيدة لسيف الريسي: اختلاف الرأي يا نور الصباح، هو سبب الإبداع في الكون الفسيح. بين وجهات النظر شوف المتاح، الثقيل يراز ويراز الرويح. اعقد حبال الأمل قبل الرياح، وانشر حبال الوهم مع كل ريح. الثقة في النفس لا تعني نجاح، ما أكيد إنك على الدرب الصحيح. الثقة في النفس تحتاج النجاح، واحترام الناس والقول الصريح. لا تقول أبوي ورثني سلاح، السلاح يريد رماي النصيح. إما أنك تصيب أهداف صحاح، ولا اجلس في مكانك واستريح. وانغداك الوقت ما بيد الملاح، علم عيون المحبة ما تصيح. غمض العينين واللي راح راح، لو تطيح اليوم باكر ما تطيح. اعقد حبال الأمل قبل الرياح، وانشر حبال الوهم مع كل ريح. صح الدنيا.